جاكم المقطع اللي من زمان تسألوا عنه، دائما تسألوني في الكومنتات في التعليقات في تويتر والإنستغرام في كل مكان، سوي هذا المقطع. في هذا المقطع أخيرا حققت أمنيتك أنت، إذا كنت دائما كنت تسألني. في هذا المقطع إن شاء الله بعطيكم 40 معلومة عن الدول العربية. نبدأ بسرعة برقم 1. لو كل دول العالم العربي اجتمعوا واتحدوا مع بعض، بيصير عدد سكان دول العالم العربي 400 مليون نسمة، وبتصير ثالث أكبر دولة في العالم بعدد السكان بعد الصين والهند. وحتصير برضو دول العالم العربي ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية المساحة بعد روسيا، بمساحة 13 مليون كيلومتر مربع. أطول فندق في العالم اللي هو فندق ماريوت مارجس اللي موجود في دبي، بطول 355 متر و76 دور. طبعا الفندق يحتوي على برجين، كل برج 840 غرفة فيه. في الحقيقة أطول 5 فنادق في العالم كلها موجودة في الإمارات. في عام 2013 لآخر إحصائية للسكان في الإمارات، عدد السكان 9,200,000، 1.5 مليون فقط إماراتيين، و7,800,000 شخص يعتبر أجنبي. جسر الملك فهد اللي وصل بين دولة السعودية والبحرين، اللي هو بطول 25 كيلومتر تقريبا، يعتبر هو أطول جسر في العالم يوصل بين دولتين. السعودية تحتوي على ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم. فنزويلا هي اللي تعتبر في المركز الأول ب 297 مليار برميل، والسعودية فيها 265 مليار برميل، وتعتبر السعودية سادس احتياطي غاز وأكبر مصدر نفط خام في العالم، وتحتل السعودية المركز 19 من بين أكبر اقتصادات العالم. وفقا لمجلة فوربس العالمية المشهورة، في عام 2013 الملك عبدالله الله يرحمه صنف كأقوى رجل في العالم في المرتبة الثامنة، وكان هو أقوى رجل مسلم في العالم. برج المملكة العربية السعودية اللي في مدينة جدة بالتحديد، اللي المفروض بدأ في عام 2014، حيكون أطول برج في العالم بطول 1 كيلومتر كامل، والمتوقع انتهائه في عام 2019. وطبعا حيغلب برج خليفة بفارق 183 متر. في أب مصري سمى بنته فيسبوك، طبعا السبب بسبب انه فيسبوك كان له دور رئيسي كبير جدا، هو وتويتر، في ثورة مصر في عام 2011، واسمها الكامل اللي هو فيسبوك جمال إبراهيم. يعد الجيش المصري أقوى جيوش المنطقة العربية من ناحية العتاد، من ناحية الأسلحة، خاصة من ناحية الجوية والبحرية. أول اتحاد رياضي في آسيا اللي هو الاتحاد الفلسطيني، وأسس في تاريخ 2 جون في عام 1928 ميلادي. تعتبر المغرب هي أكبر مصدر لسمك السردين في العالم. المغرب هي الدولة الأفريقية الوحيدة اللي ما هي عضو في الاتحاد الأفريقي. طبعا المغرب انسحبت في عام 1984 ميلادي بسبب رفض الاتحاد الأفريقي لسيادة المغرب على الصحراء الغربية. حسب موسوعة جينيس للأرقام، أقدم جامعة في العالم ومستمرة إلى الآن اللي هي جامعة القروين اللي موجودة في المغرب، بالتحديد في مدينة فاس، وتأسست عام 859 ميلادي، يعني تقريبا 1200 سنة شغال هذه الجامعة. في عام 1978 في كأس العالم، تونس هزمت المكسيك 3-1 في دور المجموعات، فبالتالي تونس صارت أول دولة أفريقية تفوز في مباراة في كأس العالم. أعلى قمة وأعلى جبل في تونس اللي هي قمة جبل الشعانبي ب 1544 متر. مدينة القيروان تعتبر رابع أهم مدينة في الإسلام بعد مكة والمدينة والقدس، والفقهاء يسموا هذه المدينة برابعة الثلاث. وسبب أهمية هذه المدينة أنها كانت بداية الانطلاق وبداية الفتوحات في المغرب والجزائر وحتى إسبانيا. ومعنى كلمة قيروان هي كلمة فارسية الأصل بمعنى المعسكر أو مركز الأسلحة. الصحراء الكبرى هي تعتبر أكبر صحراء في العالم بمساحة 9 ملايين كيلومتر مربع، وتغطي الجزائر بمساحة 2 مليون كيلومتر مربع، يعني خمس مساحة الجزائر تعتبر بس صحراء. الجزائر تعتبر هي أكبر دولة في أفريقيا. قبل عام 2011 السودان هي اللي كانت مسيطرة على أفريقيا وكانت أكبر دولة في أفريقيا، لكن بعد ما انفصلت السودان وصارت دولتين، الجزائر هي الأكبر. الفيلسوف الكبير العظيم ألبير كامو، الحائز على جائزة نوبل في الأدب، هذا الشخص ولد في الجزائر وكان يلعب كحارس مرمى في فريق جامعة كرة القدم التابع لفريق الجزائر. البحر الميت في الأردن يعتبر أقل منطقة وأقل المناطق انخفاضا في العالم، 402 متر تحت سطح البحر. في اعتقاد أن النبي موسى عليه السلام مدفون في جبل النيبو في الأردن. اليمن تفتخر أنها الدولة العربية الخليجية الوحيدة اللي يحكمها نظام جمهوري. بقية الدول الخليجية
دولية يحكمها شخص واحد وعائلة واحدة. اليمن عنده أكبر نسبة ولادة أطفال أكثر من أي دولة عربية ثانية. الموكا القهوة الشهيرة المعروفة اللي أنا أحبها وأموت فيها بدأت ولها أصول في اليمن. عمان هي أقدم دولة استقلت وصارت دولة لحالها في العالم العربي، وحكمت بواسطة آل بوسعيد في عام 1744. في قلق وخوف كبير جدا على مين اللي حيخلف السلطان قابوس بعد وفاته. إلى الآن ما في أي إشارة أو تلميح لشخص معين حيخلفه. الأمور عندهم ملخبطة ومربكة. الكويت تعتبر هي أول دولة عربية خليجية يكون عندها برلمان مرشح. الكويت تعتبر رابع أغنى دولة في العالم من ناحية دخل الفرد الواحد، وفي المركز السادس من ناحية أكبر احتياطي نفط في العالم. البحرين هي أول دولة عربية تكتشف النفط، وكان ذلك في عام 1932 ميلادي. البحرين تعتبر هي أصغر دولة في العالم العربي، وتعتبر في المركز 187 في العالم، والفارق بينها وبين أصغر دولة في العالم 60 مركز. وأصغر دولة في العالم تعتبر دولة الفاتيكان بنص كيلو متر مربع بس. أكبر سفارة في العالم اللي هي السفارة الأمريكية اللي موجودة في العراق، وكلفت 750 مليون دولار أمريكي لبنائها، وتوظف 16 ألف موظف وشخص، وتكلف طبعا سنويا 6 مليار دولار عشان تشتغل السفارة هذه. بابا كركر هو حقل نفطي قريب من مدينة كركوك في العراق. تشتهر بابا كركر بالنار الأزلية الأبدية اللي تشتعل أبدا ما توقف. العلم الأخضر اللي استخدم لليبيا من عام 1969 ميلادي إلى عام 2011 إلى هزيمة القذافي، كان وقته هو العلم الوحيد في العالم اللي فيه لون واحد بس. طبعا علم ليبيا الجديد هو هذا. 40% من الشعب اللبناني يعتبر مسيحي، وهذه أكبر نسبة في العالم العربي. اسم دولة لبنان يعتبر أقدم اسم في العالم، وما تغير الاسم أبدا لمدة 4000 سنة، وذكرت لبنان في البايبل 75 مرة. لبنان هي الدولة العربية الآسيوية الوحيدة اللي ما فيها صحراء أبدا. في عام 2012 الخطوط القطرية اللي هي كتر إيرويز حصلت على أفضل خطوط جوية في العالم، وفي عام 2014 السنة الماضية حصلت على المركز الثاني بعد خطوط كاثاي باسيفيك إيرويز من هونغ كونغ. السودان تعتبر المركز الأول عربيا من ناحية إنتاج الذهب، وتحتل في المركز الثالث من ناحية الذهب برضو بعد جنوب أفريقيا وغانا. جزر القمر تعتبر آخر دولة عربية انضمت لجامعة الدول العربية، وجيبوتي تعتبر في المركز الأخير من ناحية السكان من بين دول العالم العربي، وعدد سكانهم بس 500,000. طبعا الدول العربية ما شاء الله تبارك الله فيها معلومات كثيرة وفيها أشياء رهيبة وحلوة وجميلة، بس قلت 40 معلومة تكفي، ما أبغى أزيد لأنه حيصير ممل ويصير المقطع جدا طويل. فعشان كذا إذا عجبك المقطع وتبغى جزء ثاني منه، أبغى أشوف شيء مشجع وشيء يخليني أسوي جزء ثاني وثالث وأكثر. أبغى أشوف تعليقات ولايكات ونشر، أنشر المقطع في تويتر، فيسبوك، انستغرام، واتساب، أي مكان. ولا تنسى رأيك واقتراحك، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت الروابط في الديسكريبشن. نشوفك على خير إن شاء الله، وبيس. وإنه الإنسان يصير زي السحلية. السحلية إيش تسوي؟ السحلية لو راحت مكان معين مثلا تتغير لونها على نفس